بيكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، والنهاردة معدنا مع درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. ودرسنا النهاردة بعنوان الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية. طبعا في البداية مدام هتكلم عن الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية، يبقى لازم الأول أعرف يعني إيه كلمة نشاط اقتصادي. نشاط اقتصادي يعني الشغلانات أو الوظائف أو الحرف أو المهن اللي بيقوم بيها سكان البيئة الزراعية. طيب تعالوا نطلع تعريف للنشاط الاقتصادي. هقول هو استخدام الإنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من مأكل ومشرب وملبس. يبقى معنى كلمة نشاط اقتصادي إن الإنسان يستغل الموارد المتاحة حواليه في البيئة عشان يوفر احتياجاته من مأكل ومشرب وملبس، زي ما قلنا كده يعني الشغلانات اللي بيشتغلها سكان البيئة الزراعية. طيب تعالوا نتعرف بقى عليهم وناخد أمثلة للأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية. هنلاقي إن البيئة الزراعية بتضم أربع أنواع من الأنشطة الاقتصادية. أول نشاط معانا زي نشاط الزراعة وتربية الحيوانات، إنه يزرع ويربي مجموعة من الحيوانات. تاني نشاط هو نشاط صيد الأسماك. رقم ثلاثة صناعات حرفية، وهنعرف يعني إيه صناعات حرفية. رقم أربعة النشاط السياحي. احنا ملاحظين ان البيئة الزراعية فيها انشطة اقتصادية كتيرة جدا، وده دايما بيجيلي عليه سؤال ويقول لك بما تفسر تنوع الانشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية؟ ليه البيئة الزراعية عندهم انشطة كتيرة كده؟ اقوله بسبب تنوع الموارد الطبيعية، بسبب تنوع الموارد الطبيعية. طيب تعالوا نتعرف عليهم بالتفصيل، نمسك كل نشاط منهم ونتعرف عليهم. نبدأ بأول نشاط معانا هو النشاط الزراعي. ليه قلنا عليه أول نشاط؟ لأن ده أهم نشاط موجود في البيئة الزراعية وأكتر نشاط بيشتغل فيه سكان البيئة الزراعية، وعشان كده دايما بيجيلي عليه سؤال ويقول لي يعني إيه نشاط اقتصادي؟ أقول له يعني زراعة الأرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات والدواجن. يعني زراعة الأرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات والدواجن. طيب ليه النشاط ده اكتر نشاط موجود في البيئة الزراعية؟ اقول له لوفرة المياه العذبة والتربة الخصبة ووسائل النقل. ليه الناس هناك تشتغل في النشاط ده؟ اقول له لوفرة المياه العذبة والتربة الخصبة ووسائل النقل. طب ايه كمان؟ قال طب تعالى نتعرف كده على اهم المحاصيل اللي بيزرعها سكان البيئة الزراعية. عندي مجموعة من المحاصيل زي محاصيل منتجة للسكر زي البنجر وقصب السكر، محاصيل منسوجات زي القطن والكتان، محاصيل حبوب زي الأرز والقمح والذرة. طب احنا قلنا ان مع الزراعة في كمان تربية حيوانات، بلاقي ان تربية الحيوانات في البيئة الزراعية بتكون داخل الحظائر. داخل الحظائر. طب بيربوا حيوانات زي ايه؟ زي الأبقار، زي الجاموس، وزي كمان الأغنام. يبقى أنا عندي أمثلة للحيوانات اللي بيربيها السكان في البيئة الزراعية زي الأبقار والجاموس والأغنام. طب يا ترى بيربوها ليه؟ أو إيه الأهمية اللي بتعود عليهم من تربية الحيوانات؟ أقول له طبعا مهمة لأنها بتوفر لهم اللحوم والجلود والألبان. ده كده كان أول نشاط معانا. طيب تعالوا نتعرف على النشاط التاني هو نشاط صيد الأسماك. بلاقي إن نشاط صيد الأسماك بيعتمد على وجود المية في ثلاث أماكن، زي مثلا أول مكان نهر النيل بفرعي دمياط ورشيد، أو إن أنا أصطاد من الترع والبحيرات زي بحيرة قارون، أو إنهم يصطادوا مثلا من المزارع السمكية. وطبعا فكرة المزارع السمكية ظهرت علشان يزود الانتاج السمكي. يبقى لو قال لي بما تفسر انشاء المزارع السمكية، نقول له لزيادة الانتاج السمكي علشان يكفي احتياجات السكان من الاسماك. ثالث نشاط معانا هو الصناعات الحرفية. والصناعات الحرفية زي ايه بقى الصناعات الحرفية؟ زي الاساس، وده المقصود بيها طبعا العفش بتاع البيت، وده بستخدمه من الأشجار الموجودة في البيئة الزراعية. عندي نشاط زي السجاد اليدوي، وده بيستخدمه طبعا من خلال الصوف والصوف الأغنام.
زي نشاط الفخار، وده ظهر لوجود طمي النيل، وصناعات غذائية زي حفظ وتعليب التمور، وده برضو علشان عندي أشجار نخيل. طيب احنا ملاحظين ان الصناعات الحرفية كتيرة، وده ليه سبب طبعا، هو تنوع الموارد الطبيعية. ده كده كان تالت نشاط معانا، هي الصناعات الحرفية. طيب النشاط الرابع معانا اللي هنتعرف عنه هو النشاط السياحي. لو بصينا على النشاط السياحي هلاقي ان فيه محافظات كتيرة جدا في البيئة الزراعية فيها مناطق سياحية، زي محافظة الفيوم، زي محافظة الشرقية، وزي منطقة النوبة. الثلاث مناطق دول فيهم مناطق أثرية بيجي لها السياح من جميع أنحاء العالم، علشان كده بلاقي فيهم نشاط سياحي. طيب نبدأ بمحافظة الفيوم، يا ترى ايه المناطق السياحية اللي فيها؟ هلاقي مثلا مناطق سياحية زي بحيرة قارون، زي عين السليين، زي السواقي، ودي بيجي لها السياح من مناطق كثيرة جدا. عندي محافظة الشرقية زي ما قلنا فيها مناطق أثرية زي حضارة تل بسطة زي اللي احنا شايفينها في الصورة مع بعض، ومنطقة النوبة، ودي برضو بتتميز بمناطق أثرية جميلة ومزينة زي البيوت بتاعتهم اللي بتتميز بالألوان الجميلة. يبقى ده كان رابع نشاط معانا هو النشاط السياحي، لكن للأسف إن البيئة الزراعية بتتعرض لبعض المشاكل، وده سببه إنهم بيستخدموا الموارد الطبيعية بشكل سيء. يبقى لو قال لي ليه البيئة الزراعية فيها مشاكل، هقول بسبب الاستخدام السيء للموارد الطبيعية. طب ايه هي المشاكل دي؟ عندي اول مشكلة هي مشكلة تناقص الاراضي الزراعية، ان المساحة المزروعة هناك بدأت تقل، وده طبعا بسبب التوسع العمراني، ان الناس بدأت تبني على الاراضي الزراعية، او بسبب تجريف التربة، انهم يلغوا الطبقة السطحية ويستخدموها في صناعة الطوب الاحمر. يبقى انا لما اجي اعرف تجريف التربة هقول هي ازالة الطبقة السطحية من التربة، وده طبعا بيخلي التربة متدهورة، وقلنا بيستخدموها في صناعة الطوب الأحمر. لكن الدولة اتدخلت وبدأت تصدر قوانين لمنع البناء على الأراضي الزراعية، أو كمان إنها تمنع تجريف التربة. دي كانت أول مشكلة، وعرفنا إزاي الدولة حلتها. تاني مشكلة معانا هي مشكلة تدهور التربة الزراعية، وده طبعا بسبب استخدام وسائل ري خاطئة زي الري الدائم، دخل التربة تدهورت، ان انا استخدم الري الدائم واستخدم كميات مية كتيرة جدا. وبرضو الدولة بدأت تحلها انها دخلت وسائل ري جديدة زي الري بالرش زي في الصورة كده شايفين قدامنا، او الري بالتنقيط. وكمان ان الدولة تنشئ مجموعة من المصارف جنب الأراضي الزراعية علشان تصرف فيها المية الزايدة عن حاجتها. يعني ايه كلمة مصرف؟ اقول هو قناة مائية بيتم حفرها عند منسوب اقل من الترعة، يعني اغوط مش غويطة زي الترعة، وبستخدمها علشان اصرف فيها المية الزايدة. تالت مشكلة معانا هي مشكلة التلوث البيئي. طبعا بدأوا يلاحظوا ان البيئة الزراعية بتتلوث، وده لان الفلاح بدأ يستخدم اسمدة زراعية كتير ومبيدات حشرية، فده سبب تلوث البيئة الزراعية. طب برضو نحلها ازاي؟ ان الدولة بدأت تشجع الفلاحين انهم يستخدموا اسمدة عضوية بدلا من الاسمدة الكيميائية. يبقى انا خلي بالي من الثلاث مشاكل اللي بتواجهها البيئة الزراعية.